عماد كان بيعتمد على مجموعه من اللاعبين كانت سننا السن كان 26 27 كلنا تقريبا في 25 26 27 25 26 27 كل اللعيبه كانوا كده تقريبا. فبالتالي ده كان وقت يعني صعب جدا ان انت تمشي من النادي الاسماعيلي لانه هو ده سن النضوج، هو ده سن اللي الناس كلها مستنيه تشوف فيه اللعيبه اللي عندها 25 26 سنه. عملوا كده وهم صغيرين، فما يعملوا كده لما يكبروا هيعملوا ايه؟ فبالتالي عماد النحاس فجاه لقيناه في نادي النصر السعودي. ماذا حدث؟ 2004 ده كان الموسم السادس، كان في ممكن اتجاه للتغيير اكتر من بعد انيمبا. التفكير في الاداره ان انت تحافظ على مجموعه لاعبين في مجموعه تانية كان المفروض، انا ما كنتش من ضمن المجموعه اللي هتمشي من النادي. مظبوط. وما كانش عندي رغبه برضو كبيره ان انا امشي من النادي، ويمكن انت حد من الناس القريبين مني وعارف كده كويس. ما كانتش الرغبه موجوده، لكن الرغبه كانت في تامين المستقبل كان اكتر يعني. هي مشكله النادي الاسماعيلي من اول يوم للنهارده مش للفتره اللي مش فيها عماد او اسلام او بركات زي ما الناس بتتكلم، مشكله ماديه. ان انت ما عندكش الدعم المادي القوي اللي تحافظ فيه على النجوم. مع اختلاف الاسماء الكتير اللي مشيت لغايه اخر سنه، سواء عوادي النهارده في نادي الزمالك او محمود متولي في النادي الاهلي. لكن يا اسلام الكلام واحد، الكلام اللي بيطلع للناس واحد، ان اللعيب مش عايز يقعد. على الرغم ان النادي عايز يبيع. لان انت هجيب موارد ماليه منين؟ كلها قصه ان انت تتقي شر الجمهور شويه. فانت بتصدر طبعا اكيد. وانت معذور برضو يعني، انت عايز موارد ماديه عشان تقدر تصرف. فبيع عماد او اسلام ان انت تقدر من خلاله تقدر تجيب اربع خمس صفقات يعملوا لك وهكذا. فبس ما ينفعش تصدر للناس العكس، لان في التوقيت ده اللعيب شويه مظلوم، وبرضه ممكن يكون النادي مظلوم برضه ان انت مش عارف تحافظ على لعيبتك. لكن انا احترمت عادي لاخر يوم، وده شيء بعد ما بتبطل بفتره كبيره. النهارده احنا بنتكلم في 10 سنين، انا مبطل 2009، النهارده احنا في 2019 يعني بعد 10 سنين، وكان الكلام ده امبارح مش 2004 اللي هو من 15 سنه. ان انت حافظت على العهد اللي بينك والعهد كمان، مش العهد بس، انا مش فارق معاك ورق يتمضي، انا فارق معايا كلمه. وده اللي انا اتعودته من المهندس ابراهيم عثمان في التوقيت ده. ان بعد الامضاء والمهندس احمد عثمان في الوقت ده سلم النادي للمهندس ابراهيم عثمان اللي قعدنا معاه ست سنين. هقول ان هي من افضل برضو المواسم الحمد لله اللي عدت عليك كلعيب. مظبوط. استفدت منها بشكل كبير جدا، وفادتك خبرات كتير جدا، ووصلتك ان انت تبقى كابتن للنادي الاسماعيلي. فعشان كده بقول لك انا عماد كان بيعتمد على مجموعه من اللاعبين كانت سننا السن كان 26 27 كلنا تقريبا في 25 26 27 25 26 27 كل اللعيبه كانوا كده تقريبا. فبالتالي ده كان وقت يعني صعب جدا ان انت تمشي من النادي الاسماعيلي لانه هو ده سن النضوج، هو ده سن اللي الناس كلها مستنيه تشوف فيه اللعيبه اللي عندها 25 26 سنه. عملوا كده وهم صغيرين، فما يعملوا كده لما يكبروا هيعملوا ايه؟ فبالتالي عماد النحاس فجاه لقيناه في نادي النصر السعودي. ماذا حدث؟ 2004 ده كان الموسم السادس، كان في ممكن اتجاه للتغيير اكتر من بعد انيمبا. التفكير في الاداره ان انت تحافظ على مجموعه لاعبين في مجموعه تانية كان المفروض، انا ما كنتش من ضمن المجموعه اللي هتمشي من النادي. مظبوط. وما كانش عندي رغبه برضو كبيره ان انا امشي من النادي، ويمكن انت حد من الناس القريبين مني وعارف كده كويس. ما كانتش الرغبه موجوده، لكن الرغبه كانت في تامين المستقبل كان اكتر يعني. هي مشكله النادي الاسماعيلي من اول يوم للنهارده مش للفتره اللي مش فيها عماد او اسلام او بركات زي ما الناس بتتكلم، مشكله ماديه. ان انت ما عندكش الدعم المادي القوي اللي تحافظ فيه على النجوم. مع اختلاف الاسماء الكتير اللي مشيت لغايه اخر سنه، سواء عوادي النهارده في نادي الزمالك او محمود متولي في النادي الاهلي. لكن يا اسلام الكلام واحد، الكلام اللي بيطلع للناس واحد، ان اللعيب مش عايز يقعد. على الرغم ان النادي عايز يبيع. لان انت هجيب موارد ماليه منين؟ كلها قصه ان انت تتقي شر الجمهور شويه. فانت بتصدر طبعا اكيد. وانت معذور برضو يعني، انت عايز موارد ماديه عشان تقدر تصرف. فبيع عماد او اسلام ان انت تقدر من خلاله تقدر تجيب اربع خمس صفقات يعملوا لك وهكذا. فبس ما ينفعش تصدر للناس العكس، لان في التوقيت ده اللعيب شويه مظلوم، وبرضه ممكن يكون النادي مظلوم برضه ان انت مش عارف تحافظ على لعيبتك. لكن انا احترمت عادي لاخر يوم، وده شيء بعد ما بتبطل بفتره كبيره. النهارده احنا بنتكلم في 10 سنين، انا مبطل 2009، النهارده احنا في 2019 يعني بعد 10 سنين، وكان الكلام ده امبارح مش 2004 اللي هو من 15 سنه. ان انت حافظت على العهد اللي بينك والعهد كمان مش العهد بس، انا مش فارق معاك ورق يتمضي، انا فارق معايا كلمه. وده اللي انا اتعودته من المهندس ابراهيم عثمان في التوقيت ده. ان بعد الامضاء والمهندس احمد عثمان في الوقت ده سلم النادي للمهندس ابراهيم عثمان اللي قعدنا معاه
ست سنين، هقول ان هي من افضل برضو المواسم الحمد لله اللي عدت عليك كلاعب. مظبوط، استفدت منها بشكل كبير جدا وفادتك خبرات كتير جدا ووصلتك ان انت تبقى كابتن للنادي الاسماعيلي. فعشان كده بقول لك انا وشافني وانا بقول انا كده النادي بينهي علاقته بعماد النحاس، انا مش هقدر اكمل مع في الجو ده، مش انا اللي اتقال عليا كده، مش انا اللي بعد ست سنين انا ما غبتش مباراه وديه، ما غبتش مباراه رسميه، ما عملتلكش مشاكل، كنت كابتن الفرقه، كنت لامم اللعيبه، كنت ما فيش حاجه في النادي الاسماعيلي ما عملتهاش. وكل اللعيبه الجيل اللي معايا كان عارف عماد كان وضعه عامل ازاي، وكمان ثقه وحب بالمهندس ابراهيم عثمان ليك في التوقيت ده كان عامل ازاي، اللي هو المفروض رئيس النادي.